دخل رئيس الجامعة إلى القاعة حيث تلقى محاضرة عن الهندسة الوراثية. يرسم مدرس شاب رسومات ومخططات على السبورة ويعيد الطلاب رسمها على حواسيبهم المحمولة. أدرك رئيس الجامعة أن بعض هؤلاء الطلبة لا يصغون إلى المدرس، فتجول بينهم ووقف خلفهم جميعا. من منهم لا يركز على الدرس؟ يكتب جميع الطلاب المعادلات على حواسيبهم باستثناء تلك الفتاة، إنها تحل الكلمات المتقاطعة على حاسوبها. يطارد المحقق ريتشاردسون لصاً يرتدي زي مهرج. يهرب اللص إلى منطقة تضم مهرجاناً كبيراً، وهناك كان الكثير من المهرجين. ساعد المحقق في العثور على اللص من بينهم. ألقي القبض على هذا الرجل، انظر إلى مكياجه، إنه يسيل نظراً لتعرقه بعد الجري لمدة طويلة، وهو أيضاً المهرج الوحيد الذي نزع أنفه الأحمر لحاجته إلى أخذ نفس عميق. خرجت أنجليكا من المصعد وتوجهت إلى غرفتها ووضعت البطاقة الممغنطة في القفل لفتح الباب، ثم شغلت الغلاية والتلفاز. في تلك الأثناء رن الهاتف. أجابت أنجليكا فسمعت شخصاً يقول: مرحباً، أنا جارك في الشقة المقابلة، أرى شخصاً يحاول اقتحام منزلك الآن، إنه يحاول فتح قفل الباب باستخدام أداة فتح الأقفال. فأجابت أنجليكا: عذراً، يبدو أنك اتصلت بالرقم الخطأ، وأغلقت الخط. لماذا فعلت ذلك؟ يوجد على بابها قفل مغناطيسي. علق هاورد على جزيرة مهجورة بعد أن هبط اضطرارياً بطائرته. لم يكن لدى الرجل وقود أو أي وسيلة للاتصال، فقضى الأسابيع القليلة الماضية في صنع عوامة من الخيزران وخيط الأشرعة باستخدام مظلة، والآن أبحر هاورد بعيداً عن الشاطئ. في هذه الأثناء حدثت عاصفة وحملت الأمواج والرياح القوية العوامة الصغيرة بعيداً إلى وسط العاصفة. ثم لاحظ هاورد وجود سفينة فصرخ طلباً للمساعدة، لكن أتت موجة كبيرة قلبت السفينة. ليس أمامه فرصة للنجاة الآن، لقد غرق القارب وفقد هاورد وعيه. وعندما استيقظ وجد نفسه على الجزيرة مرة أخرى محاطاً بحطام السفينة. نظر هاورد من حوله وبدأ يصرخ فرحاً، يبدو أنه نجا. لماذا؟ هناك أوعية وقود بين الحطام، يمكن لهاورد تزويد طائرته بالوقود والتحليق بعيداً. يوجد على أطراف الغابة بين الأشجار مرآب سري لطائرة مروحية، وهناك علق سنجاب في السقف بين العوارض. وصل الحطاب جوني إلى المكان ورأى الحيوان المسكين فقرر إنقاذه، لكنه لا يعرف كيف يمكنه الوصول إلى هناك. ليس هناك سلم أو أي شيء يمكن استخدامه لتسلق هذا الارتفاع. ساعده في إنقاذ السنجاب. هناك فتحة تهوية في السقف، يمكن لجوني الوصول إلى السنجاب من خلال السقف، لكن كيف؟ يقع المرآب بين الأشجار، يمكن لجوني تسلق الشجرة والقفز على السطح. أقيم العرض الأول لفيلم رائع عن ثقافة الجرافيتي في إحدى دور السينما المحلية. لقد أحب المشاهدون الفيلم كثيراً لدرجة أنهم قاموا بطلاء جدار المبنى. ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مشتبه بهم، لكن من منهم المذنب؟ انظر إلى هذه الفتاة ذات الشعر الأزرق، يظهر الطلاء على أصابعها. يسير ليو وبراد وكريس في الحديقة ويتحدثون عن الطريقة التي أمضوا بها نهاية الأسبوع. يبدو أن الشبان الثلاثة أثرياء، لكن في الواقع هناك واحد فقط ثري من بينهم. انظر إليهم جيداً وحاول معرفة الثري. إنه براد. هل ترى اللوحة الإعلانية للفيلم الجديد المعلق على ناطحة سحاب قريبة؟ يظهر عليها وجه براد. خرجت ليندا من المكتبة ولم تنتبه للرصيف أمامها فتعثرت به وكسرت كعب حذائها. طلبت الفتاة سيارة أجرة واتجهت إلى وسط المدينة،
حيث يوجد شارع يضم العديد من المتاجر الفاخرة. لكن لم تكن ليندا تعرف أي متجر تختار. كتب على اللافتة الأولى الموجودة على المتجر الأول أفضل الأحذية في المدينة، وكتب على لافتة المتجر الثاني أفضل الأحذية في البلاد، ثم رأت لافتة أخرى تقول أفضل الأحذية في القارة، وكتب على اللافتة التي تليها أفضل أحذية على هذا الكوكب. تقدمت ليندا في الشارع أكثر ورأت لافتة أخرى تقول أفضل الأحذية في المجموعة الشمسية، ثم أفضل الأحذية في المجرة، وبعدها أفضل الأحذية في الكون. ثم رأت متجراً صغيراً في نهاية الشارع فاختارته ليندا دون تردد. ماذا كتب على لافتة ذلك المتجر؟ أفضل الأحذية في هذا الشارع. يجلس روي في الفصل ويستمع إلى معلمين اثنين، إنهما يشرحان للطلاب الصيغ الرياضية الأساسية لإعداد الطلاب للامتحانات القادمة. كان روي يدون ما يقولانه لكنه لم يستطع مواكبتهما معا. أصبحت يده تؤلمه كثيرا ونفدت الأوراق الفارغة من دفتره. أصبح المعلمان يشرحان بسرعة أكثر ويقولان الكثير من المعلومات الجديدة. كيف يمكن لروي تذكر هذا كله؟ هل يمكنك مساعدته؟ إنه بحاجة إلى استخدام مسجل الصوت المثبت في هاتفه. هناك طائرة في المطار على وشك الإقلاع، وبينما كانت مضيفة الطيران تتجول في المقصورة رأت راكبين يتجادلان. سألتهما المضيفة عما يحدث فقال جاي إن كورتني قد أخذت مكانه، وتدعي كورتني أن هذا هو مقعدها. عرض الرجل والسيدة تذكرتيهما للمضيفة، فقالت لهما إنه يستحيل أن تباع تذكرتان متطابقتان. أخذت المضيفة التذاكر وأدركت الخطأ فورا. هل يمكنك معرفته أنت أيضا؟ انظر إلى التذكرتين وأخبرنا بالخطأ. كتب على كلا التذكرتين المقعد 14F، لكن وقت إقلاع طائرة جاي هو 2:57 دقيقة صباحا، ووقت إقلاع طائرة كورتني الساعة 2:57 دقيقة مساء. كان الوقت نهارا عندما أقلعت الطائرة، حيث تظهر أشعة الشمس من النافذة، أي أن جاي على متن الرحلة الخطأ. تجري أليكس في الملعب يوميا استعدادا لبطولة ألعاب القوة. وفي يوم البطولة بينما كانت أليكس تمارس تمرينات الإحماء رأت رجلا نحيلا بين العدائين. كانت ساقا الرجل نحيلتين وضعيفتين، فتساءلت الفتاة عما إذا كان سيشارك في المسابقة أم لا. ثم وقف جميع المشاركين على خط البداية وانطلقوا. انطلقت أليكس بأسرع ما يمكن، ها هي في الصدارة، لكن يجري هذا الرجل بسرعة أكبر ولا يبدو متعبا. لقد فاز بالفعل، لكن كيف تمكن من فعل ذلك؟ أدركت أليكس حينها أنه ليس رياضيا حقيقيا، بل ليس بشرا حتى. كيف عرفت ذلك؟ لا يتصبب الرجل عرقا ولا يرمش أيضا، كذلك فإن كلتا يديه يسرتان. الجو ماطر ويحاول مايك المشي بسرعة كي لا يتجمد، ويتبع الرجل ثلاث عنزات. وصل الرجل إلى النهر وهناك رأى عوامة قريبة، لكن لا يمكن أن تحمل العوامة سوى ماعزا وإنسانا واحدا في كل مرة. وعلى الجانب الآخر من النهر هناك نمر ينتظر. لا يمكن لمايك الإبحار برفقة ماعز واحد وتركه مع النمر. ماذا عليه أن يفعل ليعبر النهر؟ لا حاجة لعبور النهر بهذه الطريقة. انظر إلى الطرف الآخر من النهر، هناك جسر. هناك منزل وسط الصحراء الأكثر سخونة في العالم، حيث لا توجد مياه أو أشجار أو أي قرية في مكان قريب. يعيش داخل المنزل أربعة أشخاص: المالك وأصدقائه، عالم أثار وعامل نفط، والمساح. عندما خرج مالك المنزل إلى فناء المنزل رأى برميلا فارغا، فصرخ بصوت عال وقال: من شرب كل الماء؟ لم يعد لدينا قطرة ماء واحدة. صدم جميع أصدقائه مما قال، وقالوا إن من فعل ذلك عليه الذهاب إلى الصحراء لإحضار الماء. قال عالم الآثار: كنت أنقب أمام المنزل ولم ألمس البرميل. وقال عامل النفط: استخرجت النفط من أسفل المنزل، لم ألمس الماء. وأجاب المساح: كنت أتجول في الصحراء
بحثاً عن نهر أو بحيرة تحت الأرض، لكني لم أجد شيئاً. لا فائدة من إرسالنا إلى هناك، أعتقد أنك أنت من شربته. من المذنب برأيك؟ لا أحد، كان البرميل في الخارج وقد جف الماء من أشعة الشمس الحارقة. يعمل الدكتور فيل في مختبر لدراسة الكائنات الدقيقة، وبينما كان جالساً في مكتبه يقرأ مقالاً علمياً جديداً، طرق أحدهم الباب، إنه مساعده في المختبر. كان الرجل خائفاً وقال إنه رأى وحشاً حقيقياً. قال المساعد إن للوحش عدة أفواه ومجسات طويلة ومخلباً واحدة، وقد حبسه في المختبر. ذهب الدكتور فيل إلى هناك ليرى ذلك بنفسه، ثم فتح الباب ببطء ودخل، لكنه لم يجد شيئاً. ليس هناك سوى صمت تام في المكان. لم يرى الرجل وحشاً، أم أن هناك وحشاً بالفعل؟ أين هو برأيك؟ الوحش كائن مجهري موجود في أنبوب الاختبار. هذا مختبر لدراسة الكائنات الدقيقة، أتذكر؟ سيتقاعد رئيس شركة مالية كبيرة، لكن من سيكون وريثه؟ من سيتمكن من إدارة شركة ضخمة كهذه؟ دعا الرئيس الموظفين لاجتماع طارئ في غرفة الاجتماعات، وأعطى كل واحد منهم $100، وقال: كان هذا كل ما أملكه عندما وصلت إلى هذه المدينة لأول مرة، لكني استخدمت هذا المال بحكمة وأصبحت ثرياً. سيصبح الشخص الذي يستطيع استخدام هذه الورقة النقدية أفضل استخدام رئيساً للشركة. سأمنحكم أسبوعين. وبعد مضي أسبوعين عاد جميع الموظفين إلى غرفة الاجتماعات، حيث استثمر أحدهم الأموال في شركة ناشئة، واشترى آخر أسهماً في شركة أخرى، وأنفق أحدهم $100 في أحد المطاعم. كسب بعض الموظفين الأذكياء آلاف الدولارات، وكان هناك العديد من المرشحين ممن يستحقون المنصب بجدارة، لكن لم يصبح أي منهم رئيساً للشركة. لماذا؟ لا علاقة للسبب بالمال. لقد توفي الرئيس القديم. انظر إلى هذه الصورة، ما الخطأ هنا؟ عادة ما تكون سيارات الإطفاء حمراء وليست خضراء. أحسنت، والآن ماذا عن هذه الصورة؟ لا تظهر الفراشات في الشتاء. وإليك صورة أخرى، انظر إلى هؤلاء الفتية، هل تلاحظ شيئا غريبا؟ يبدو أنهم يلعبون التنس، لكنهم يستخدمون كرة قدم صغيرة. ولد شخصان في اللحظة ذاتها، لكنهما لا يحتفلان بعيدي ميلادهما في اليوم نفسه. كيف يحدث هذا؟ ولدا في منطقتين زمنيتين مختلفتين، وإحداهما في اليوم التالي للمنطقة الأخرى. كان القبطان جاك قبطاناً سيئاً، وسرق آلاف السفن مستعيناً بحيلة صغيرة مكنته من الاقتراب بسهولة من سفينة أي بلد لمسافة تكفي للاستيلاء عليها ونهبها دون أن يواجه أي مشكلة. ماذا كانت حيلته؟ يحمل القبطان جاك مجموعة من الأعلام لعدة دول، وبدلاً من استخدام علم القراصنة، ذاك العلم الأسود المخيف، كان يرفع علم دولة السفينة التي كانت تقترب منه مما يمكنه من الاستيلاء عليها بسرعة. كان هناك شخص في مبنى مكون من 9 طوابق عندما اندلع حريق في المبنى. حينها قفز رجل من النافذة ولم يصب بأي أذى. كيف تمكن من فعل ذلك؟ كان الرجل في الطابق الأول عندما قفز من النافذة. انظر إلى هؤلاء الأشخاص، أحدهم قادم من المستقبل، هل يمكنك تحديده؟ انتبه جيداً.
أحسنت، إنه هذا الفتى، فهو يضع في جيبه هاتفا ذكيا. والآن تبدو هذه رحلة شواء عادية في المتنزه، لكن أحد هؤلاء سافر عبر الزمن. من هو؟ هذا الرجل الذي يظهر على ذراعه منفذ USB. وفي هذا الحفل هناك شخص قادم من عصر آخر، أعثر عليه. يرتدي هذا الرجل درعا معدنيا. مسكين، لابد أنه يتصبب عرقا. وجد مارك نفسه حبيسا في سرداب. لم يكن للسرداب نوافذ، وكان هناك باب واحد وضع عليه قفل حروف. عثر مارك على ملاحظة في الزاوية تحتوي تلميحا لفك القفل. ما كلمة المرور؟ تمكن مارك من الخروج من السرداب. كان رمز القفل كلمة سمارت، والسر مخفي في الحروف الأبجدية الإنجليزية. بي زائد 3 هو الحرف S، وN ناقص 1 هو الحرف M، وهكذا. استيقظت ليزا في الصباح لتكتشف فقدان مبلغ كبير من حقيبتها. كان زوجها في رحلة عمل، لذا لابد أن من أخذ المال أحد أطفالها الثلاثة، وهم ابنتها كارين البالغة من العمر 17 عاما، وابنها كريستوفر ذو 15 عاما، وابنها ديفيد ذو 12 عاما. سألت ليزا أطفالها عما كانوا يفعلونه في الليلة السابقة. قالت كارين أنها نامت بعد العشاء مباشرة لأنها كانت تعاني من الصداع، وقال كريستوفر أنه ذهب إلى ملهى ليلي برفقة صديقه ريك، وقال ديفيد أنه كان يلعب كرة القدم. اكتشفت ليزا الفاعل فورا. وماذا عنك؟ كريستوفر كاذب، إنه في 15 من عمره، لذا لا يمكنه الذهاب إلى النادي الليلي. دعت ميلاني زميلتها ماريا لتناول العشاء. فوجئت ماريا بهذه الدعوة لأنها كانت تعتقد أن ميلاني لا تحبها، لكن أعدت ميلاني مائدة رائعة، حتى أنها قامت بطهي السمك لكليهما. قطعت السمكة إلى نصفين وتناولت كل واحدة منهما حصتها، وبعد فترة أصبحت ماريا شاحبة اللون وفقدت وعيها. نقلت الفتاة إلى المستشفى حيث شخصت إصابتها بتسمم غذائي قوي. وبعد عدة أيام ألقت الشرطة القبض على ميلاني بتهمة محاولة تسميم ماريا. لكن كيف فعلت ذلك؟ لقد تناولت الطعام نفسه. كان السم على أحد جانبي السكين الذي استخدمته ميلاني في تقطيع السمكة، وهكذا وصل السم إلى القطعة التي تناولتها ماريا فقط. تكلف الخمسة 25 دولارا، وتكلف الخمسة 25 50 دولارا، وإن اشتريت 255 فستدفع 75 دولارا. ما هذا الذي تشتريه؟ وكم يكلف الواحد منه؟ أنت تشتري أرقام أبواب، حيث تكلف الخانة الواحدة 25 دولارا. كنت تبحر على يختك في رحلة حول العالم عندما هبت عاصفة قوية، وفجأة ارتطم رأسك بعمود السارية وفقدت وعيك. وعندما استيقظت وجدت نفسك على الشاطئ محاطا بمجموعة من السكان المحليين، ولم يكونوا ودودين معك. تبين أنهم يكرهون الغرباء، لذا قدموا لك ثلاثة خيارات. الأول إرسالك إلى كهف مليء بالعناكب كبيرة الحجم، أو إلقاؤك في حفرة مليئة بالعقارب الصفراء، أو إرسالك إلى مجموعة من الأسود الجائعة. ماذا عليك أن تختار لتتمكن من النجاة؟ اختر كهف العناكب، معظم العناكب غير ضارة للبشر. تلقت ميشيل رسالة من أمن المبنى تفيد بتسلل مجرم خطير إلى المكتب الذي كانت تعمل فيه. كان على ميشيل مغادرة المكان بأسرع ما يمكن. أسرعت الفتاة نحو المصعد، ففتح بابي مصعدين في آن واحد، وكان بداخل كل منهما رجل مريب المظهر. أي مصعد على ميشيل أن تختار؟
يجب على ميشيل الإسراع إلى المصعد الثاني لأن المجرم قد دخل المبنى للتو ولا يمكن أن يكون قادما من الطابق العلوي. كنت تقود سيارتك منذ عدة ساعات لكنك لم ترى أثرا لأي إنسان، وفي النهاية أدركت أنك قد تهت. لقد كنت تشعر بالتعب والجوع والعطش وليس لديك نقود لشراء أي شيء، وفجأة رأيت على قارعة الطريق 4 أبواب. يوجد خلف الباب الأول الكثير من المياه صالحة للشرب، وخلف الباب الثاني الكثير من الطعام اللذيذ، وتوجد خلف الباب الثالث غرفة فندقية بها سرير مريح، وإن فتحت الباب الرابع فستجد أمامك أكواما من النقود. أي باب ستفتح أولا؟ أول باب عليك فتحه هو باب سيارتي. خرج بيل إلى حديقته ذات صباح ورأى هناك شيئا غريبا. وجد على الأرض قطعا من الفحم وجزرة ووشاح. كان منزل بيل محاطا بسياج كبير، لذا لا يمكن أن يضع شخص غريب هذه الأشياء. كيف وصلت إلى حديقته؟ كان الجو دافئا ليلا، فذاب رجل الثلج الذي كان يقف في الحديقة. دعي المحقق لوكاس براون إلى جامعة لونغ رود حيث وقعت هناك في الآونة الأخيرة عدة سرقات، وبعد أسبوع كان لدى المحقق 3 مشتبه بهم. سألهم المحقق عما كانوا يفعلونه عندما وقعت السرقة الأخيرة. قال توماس: لم أكن في الجامعة حينها، اضطررت لاصطحاب أختي إلى درس الموسيقى. وقالت أماندا: أمضيت اليوم بأكمله في المكتبة أستعد لمشروع القادم. وقال ريان: سأذهب إلى الدنمارك هذا الصيف برفقة والدي، لذا أقضي كل وقت فراغي في تعلم الهولندية. عرف لوكاس الكاذب فورا. هل يمكنك معرفته أنت أيضا؟ إنه ريان، يتحدثون في الدنمارك اللغة الدنماركية وليست الهولندية. كان هناك 4 سجناء يأخذون دروسا في الفن. كانت الدروس كل يوم 2 حيث يصطحبهم الحراس إلى غرفة الفنون ويفتشون السجناء بعد نهاية كل درس. يملك كل سجين أدواته الفنية الخاصة ويحتفظ بها داخل زنزانته. السؤال هو: من السجين الذي فرصته في الهرب كبيرة؟ انتهى وقتك، والإجابة هي هذا السجين. يمكنه استخدام أغراضه لطلاء ملابسه باللون الأخضر، وهكذا سيبدو حارسا وسيتمكن من الهرب من السجن. تمكنت مجموعة من المجرمين من اختطاف 3 من العاملين في البنوك للحصول على معلومات سرية. حبس المصرفيون في قبو به نافذة واحدة لكنها على ارتفاع عال. قرر الرجال أن يهرب أحدهم على الأقل لإبلاغ الشرطة بما حدث. وقف الرجال 3 على أكتاف بعضهم البعض، لكن لم يستطع الرجل الذي في الأعلى الوصول إلى النافذة. ماذا يمكنهم أن يفعلوا ليتمكنوا من الهرب؟ يجب أن يكون الرجل الأطول في القمة، وبما أنه صاحب أطول ذراعين سيتمكن من الوصول إلى النافذة. 1. تماما كما هو الحال في كل صباح، اتجهت دافني إلى مقاهى المفضل لتناول الشطيرة وشرب كوب من القهوة. غادرت الفتاة المقهى بعد أن دفعت، ثم عادت بعد 2 دقائق تبدو على وجهها آثار القلق حيث نسيت محفظتها في المقهى. الغريب في الأمر أنه لم يعثر على المحفظة في أي مكان. اتصلت الفتاة بالشرطة للإبلاغ عن الحادث، وبما أنه لم يغادر أحد المقهى طوال تلك الفترة، كان اللص ما زال موجودا عند وصول الشرطة. بدأ الضابط في استجواب الجميع، فقالت جيني: أمينة الصندوق، إن دافني زبونة وفية للمقهى وتعرفها حق المعرفة، لذا لا يمكن أن تسرق محفظتها، كما أنها لم ترها بعد أن دفعت الحساب. كان أندري سائحا يزور المدينة لأول مرة، وقال بأنه جاء إلى المقهى لتذوق فطائرهم الشهيرة، وادعى أنه لم ير المحفظة. كان مشغولا حينها في اختيار الفطيرة التي سيتناولها. وكان هاري يعمل موظفا في أحد المتاجر، وقال بأنه أتى إلى المتجر لشرب كوب من القهوة ولم ير المحفظة لأنه كان يسكب الحليب في قهوته. إذن من سرق المحفظة برأيك؟
إنه هاري الموظف في أحد المتاجر، أو ربما علي أن أقول هارولد، هل ترى البطاقة التي تحمل اسمه؟ لقد كذب بشأن اسمه عندما طلب شرابه، كما أن قهوته لا تحتوي على أي حليب رغم ادعائه بسكب الحليب في قهوته. 2. كانت جيسيكا ممثلة طموحة، وكان لديها في ذلك اليوم اختبار مسرحي موسيقي كبير. غادرت الفتاة منزلها في الصباح الباكر للوصول إلى الاختبار في الوقت المحدد، لكنها نسيت أن تأخذ معها النوتة الموسيقية، لذا اضطرت للعودة إلى المنزل. وعندما دخلت الباب رأت زميلتها في السكن على الأرض فاقدة للوعي وتقف بجوارها ممرضة. أوضحت الممرضة لجيسيكا أن زميلتها قد تعرضت للتسمم، لكن لحسن الحظ كان لديها ما يكفي من الوقت لطلب سيارة الإسعاف قبل أن تفقد وعيها. أدركت جيسيكا فورا أن هناك خطبا ما. شكرت الفتاة الممرضة على مساعدة صديقتها وسألتها إن كانت تريد شرب الماء أو أي شيء آخر، فوافقت الممرضة. حينها أسرعت جيسيكا إلى المطبخ واتصلت بالشرطة قائلة: اقتحمت منزلي ممرضة محتالة، لقد سممت زميلتي في السكن وحاولت سرقتها. كيف عرفت جيسيكا ذلك؟ عند وصول جيسيكا إلى المنزل لم تكن هناك سيارة إسعاف أمام المنزل أو في الشارع، كما أن المسعفين لا يستخدمون سيارات الأجرة. ولعلك لاحظت أيضا أن حقيبة الإسعاف التي تحملها الممرضة مفتوحة قليلا وتتدلى منها مجوهرات زميلة جيسيكا. 3. أنا وكاثرين مؤثرتان على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن انظر إلى أحدث صورتين قامتا بنشرهما، من منهما الأكثر ثراء؟ بالطبع كاثرين، انظر إلى عدد الإعجابات على صورتها، حازت صورتها على 27,907 إعجاب، بينما حصلت صورة آنا على 9,837 إعجاب، أي أن كاثرين تملك عددا أكبر من المتابعين، وبالتالي لابد أنها تكسب الملايين. 4. تمكنت آني من شراء هدايا للجميع باستثناء والدها، كانت تعرف ما يريده الجميع، لكن والدها كان كتوما وليس من النوع الذي يتحدث كثيرا، كما أنه لم يكن بارعا في استخدام التكنولوجيا ولم يشتري أبدا أي شيء عبر الإنترنت، لذا لم يكن هناك أي طريقة للتسلل إلى حاسوب والدها والتحقق من العناصر المحفوظة في عربة التسوق الخاصة به، لكنه كان يحب كتابة القوائم في دفتر ملاحظاته الصغير، لهذا كانت آني متأكدة من قدرتها على العثور على قائمة أمنياته في ذلك الدفتر. تسللت الفتاة إلى مكتب والدها ذات يوم للبحث عن دفتر الملاحظات، لكنها لم تتمكن من العثور عليه، وكانت طاولة مكتبه تضم درجا مغلقا. بحثت الفتاة عن المفتاح في الغرفة لكنها لم تجده في أي مكان. في تلك الأثناء لفت انتباهها ورقتا ملاحظات تتدليان من كتابين مختلفين على رفين في المكتبة. ثبتت الملاحظة الأولى بكتاب لعلم النفس وكتب عليها صاد 548 7، وثبتت الملاحظة الثانية برواية بوليسية وكتب عليها صاد 213 20. عرفت آني فورا ما تعنيه الملاحظتان. هل يمكنك معرفة ما تعين عليها فعله؟ كان عليها أن تفتح الصفحة 548 في الكتاب الأول وتجد الكلمة السابعة في هذه الصفحة، ومن ثم عليها فتح الصفحة 213 في الكتاب الثاني وإيجاد الكلمة العشرين. كانت الكلمتان اللتان وجدتهما هما تحت ومكتب. نظرت الفتاة فورا تحت المكتب فوجدت مفتاح الدرج مثبتا في الأسفل. 5. كان جيمس عائدا إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وفجأة تلقى ضربة على رأسه وتم اقتياده إلى مكان مجهول. استيقظ ووجد نفسه في غرفة صغيرة. حاول الرجل الهرب لكن الباب كان مقفلا بقفل كبير. حاول جيمس البحث عن المفتاح لكن لم يكن في الغرفة سوى نافذة بقضبان معدنية غريبة الشكل. وفجأة لاحظ جيمس شيئا غريبا، هل لاحظت ذلك أيضا؟ أحد القضبان المعدنية مختلف عن البقية، إنه المفتاح. 6.
كانت جيزيل تخيم في الغابة ليلاً وكان القمر بدراً، وبعد منتصف الليل عندما كانت تعد الحلوى على النار سمعت صوت عواء عالٍ. كان في الغابة مستدئب تمكن من العثور على خيمة جيزيل بسبب رائحة الطعام التي تفوح منها. لحسن الحظ غادرت جيزيل الخيمة قبل وصول المستدئب واختبأت خلف إحدى الأشجار، حيث رأت المستدئب يلتهم الحلوى ويمزق خيمتها. وعندما غادر المستدئب قبل شروق الشمس عادت الفتاة إلى خيمتها، لكنها وجدت كل شيء مدمرا، فلم يعد هناك ماء ولا طعام، وكانت قد نفذت بطارية هاتفها، لذا لم تستطع الاتصال بأي أحد. بدأت الفتاة تتجول في الغابة وسرعان ما وجدت منزل ساحرة. دخلت الفتاة إليه فرأت الساحرة وبرفقتها سيدة أخرى. سألت جيزيل الساحرة إذا كان بإمكانها إرسالها إلى المنزل، فوافقت الساحرة على تقديم المساعدة بشرط واحد، كانت ستعيد جيزيل إلى المنزل إن تمكنت من معرفة اسم أختها، وإن لم تتمكن من معرفته ستحولها إلى ضفدع. لكن تمكنت جيزيل من معرفة الإجابة الصحيحة، كيف فعلت ذلك؟ هل لاحظت ارتداء أخت الساحرة للعقد ذاتها الذي كان يرتديه المستذئب؟ حسناً، لاحظت جيزيل ذلك، وكان اسمها مكتوباً على العقد، وهو أبيغيل. 7. اتجهت زوي إلى موظف الأمن وأبلغت عن فقدان حقيبتها الرياضية. قالت بأنها ذهبت إلى دورة المياه الخاصة بالسيدات بعد انتهاء التمرين، وكانت تصلح تصفيفة شعرها أمام المرأة عندما أتى أحدهم من الخلف ودفعها، لذا لم تتعرف عن الفاعل الذي سرق حقيبتها. رفض موظف الأمن التحقق من تسجيلات الكاميرا المثبتة خارج الحمام، كما أنه لم يكتب تقريرا بالحادثة. لماذا؟ قالت زوي بأنها كانت تصلح شعرها، لذا لابد أنها كانت تنظر في المرآة، ولو كانت تقول الحقيقة حول تسلل أحدهم من الخلف فلابد أنها كانت قادرة على رؤية انعكاس صورته في المرآة، لذا ربما كذبت زوي لتتمكن من توريط أحدهم، لكن لحسن الحظ كان موظف الأمن ذكيا جدا. 8. فقدت عدة نساء في بلدة صغيرة. كانت جيمس دارسي وفريق الشرطة التابع له يبحثون عنهن منذ عدة أشهر، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على المكان الذي احتجزت فيه النساء. وذات يوم بينما كانت ساندرا تتجول في البلدة قررت أن تسلك طريقا آخر للوصول إلى المنزل. في تلك الأثناء مرت بجوار منزل قديم وسمعت صوت صراخ قادم من قبو ذاك المنزل. اتصلت الفتاة فورا بجيمس دارسي للإبلاغ عما سمعته. وصل جيمس وفريقه إلى المكان واعتقلوا من فيه، حيث وجدوا هناك 3 نساء. قالت النسوة 3 إنهن محتجزات في القبو منذ أشهر، لكن جيمس كان يدرك أن إحداهن كاذبة. قالت السيدة الأولى إن اسمها هو تامي وإنها قضت قرابة 8 أشهر في القبو. ودعت السيدة الثانية إن اسمها هانا وأنها محتجزة هناك منذ 5 أشهر تقريبا. وقالت السيدة الثالثة إن اسمها أليسون وأنها مكثت في القبو لـ3 أشهر. هل يمكنك تحديد الكاذبة من بينهن؟ تقول أليسون الحقيقة، انظر إليها، إنها ترتدي ملابس متسخة وشعرها متسخ أيضا وبدأت جذوره بالنمو. لابد أنها محتجزة منذ فترة طويلة، وينطبق الشيء ذاته على هانا. لكن انظر إلى تامي، تبدو نظيفة وملابسها جديدة، كما أن تصفيفة شعرها ومكياجها حديثان، لذا حتما هي الكاذبة. 9. أمضى ديفيد إجازته الصيفية في معسكر علمي في منشأة فضائية كبيرة. وعند انتهاء العطلة الصيفية وبدء العام الدراسي أخبر ديفيد أصدقائه في النادي العلمي بالمغامرات التي قضاها في المعسكر، حيث قال بأنه وجد في المنشأة غرفة سرية كان بداخلها آلة الانتقال عبر الزمن. صعد الفتى إلى الآلة وضغط على بعض الأزرار ليختبر ما إذا كانت تعمل حقا وشغلها. سافر ديفيد عبر الزمن وقابل نيكولا تسلا وتشاك بيري والملكة أراغورن، لكن أحد أصدقائه كذبه فورا. كيف عرف أن ديفيد كاذب؟ ح
حسناً، حتى لو كان بإمكان ديفيد السفر عبر الزمن ومقابلة نيكولا تسلا وتشاك بيري، فلا يمكنه أبداً مقابلة الملك أراغورن، لأنه شخصية خيالية. تعمل بلير في متحف للتاريخ، فهي عالمة أثار. جاءها شاب غامض يحمل 3 مخطوطات قديمة ويطلب منها تثمينها. أخبرها أنه عثر عليها أثناء رحلته إلى بيرو. هناك مخطوطة وحيدة غير مزيفة من بين 3، هل يمكنك تحديدها؟ تبدو المخطوطة الأولى قديمة جدا، لكن تظهر عليها صورة طائرة حديثة، لذا فهي مزيفة، والمخطوطة الثالثة مطبوعة وليست أصلية. هل لاحظت العلامة المكتوبة بالإنجليزية ستوك فوتو؟ وبالتالي فالمخطوطة الثانية هي ليست مزيفة. أخذت بلير المخطوطة الرئيسية إلى المختبر من أجل دراستها بشكل أفضل. هل يمكنك رؤية أي شيء غريب في هذه الغرفة؟ هذه المومياء ترتدي ساعة ذكية. اكتشفت بلير أن هذه المخطوطة عبارة عن خريطة لكنز، لكن فجأة انطفأت المصابيح في المختبر لمدة 30 ثانية، وعندما عادت الكهرباء اكتشفت بلير أن المخطوطة اختفت. سألت 3 من زملائها. قالت روزموند: انطفأت الأضواء فجأة، كنت أحفظ المزهريات وجرحت إصبعي بالخطأ. وقال نيكولاس: كنت أقف بالقرب من آلة البيع عندما انقطع التيار الكهربائي، لقد أخذت أموالي ولم أحصل على أي حلوى. وقال كيفن: كنت أتأمل في الشرفة لآخر 20 دقيقة، ما الذي حدث؟ من منهم يكذب؟ قال نيكولاس إنه لم يحصل على أي حلوى من ماكينة البيع، لكن انظروا إلى يده اليمنى، وروزموند تكذب أيضا لأن جميع أصابعها بخير. هرب اللصان بالمخطوطة، لكن لحسن الحظ كانت بلير تحتفظ بصور لها على الهاتف، وهي الآن في طريقها إلى بيرو لتكون أول من يعثر على الكنز. لدى كل واحد من هؤلاء الشباب 3 طائرة خاصة، ويعرض على بلير توصيلها، لكن أحدهم فقط جدير بالثقة. هل يمكنك التعرف عليه؟ الشاب الثاني مجرم هارب، وصورته معلقة على الجدار، وطائرة الشاب الثالث بلا زجاج أمامي، لذا ينبغي أن تختار بلير الطيار الأول. وصلت بلير إلى مخيم بعثات التنقيب على الآثار المحلي، وقيل لها أن تقصد رئيس المخيم بيل في الخيمة الحمراء. تجولت بلير في الأرجاء حتى عثرت على 3 خيمات حمر. هل يمكنك مساعدتها في معرفة خيمة بيل؟ جميع آثار الأقدام حول الخيمة الأولى آثار حيوانات، مما يعني أنها خيار مستبعد. كتب أحدهم كلمة بيل على الخيمة الثالثة، لكن عند إلقاء نظرة عن قرب ستجد أيضا سهما يشير إلى الخيمة المجاورة، وبالتالي فإن بيل يتواجد في الخيمة الثانية. طلبت بلير مساعدة بيل، فقال لها: سوف أساعدك إذا تمكنت من مساعدتي في العثور على القطعة المفقودة من هذا النسيج القديم. هل يمكنك مساعدة بلير في حل هذا اللغز؟ القطعة الثالثة فقط هي المناسبة. استخدم بلير وبيل هذه الخريطة للعثور على الكنز، لكنها متشابكة. هل يمكنك تحديد أي من تلك المسارات 3 ستؤدي بهم إلى تحقيق مسعاهم؟ المسار الثاني فقط هو الصحيح. وصل بيل وبلير إلى وجهتهما النهائية. هناك 3 أنفاق تؤدي إلى المقبرة الذي دفن فيها الكنز. توجد نمرة ترعى أشبالها داخل النفق الأول، وتوجد 1000 السحالي والعقارب تزحف في أرجاء النفق الثاني، في حين يعج النفق الثالث بالجرذان الجائعة التي لم تأكل منذ عام. ما الطريق الأكثر أمانا؟ الطريق الثالث. بإمكان الجرذان أن تصمد دون طعام لمدة طويلة، مما يعني أنها ليست خطرة. وجد الاثنان نفسيهما في ردهة فارغة. لسوء الحظ الكنز محفوظ وراء هذا الباب،
هل لديك أي فكرة عن كيفية فتحه؟ توجد ثلاث عجلات على الباب تحتوي كل منها على 5 رموز. إنها قفل قديم الطراز. لابد من وجود تلميح في مكان ما. انظر، هذا هو. كل ما علينا فعله هو العثور على الرموز المقابلة وتدوير العجلة. ورقة الشجر للشجرة، والعين للإنسان، والمياه للكاس. دخل بلير وبيل إلى الغرفة التالية، لكنهما وجدا لغزا آخر. لا يوجد كنز هنا، توجد 3 أحجار قديمة منقوشة. هل يمكنك مساعدتهما في حل هذا اللغز؟ تنم الطحالب والحشائش على أول حجرين بالتساوي، بينما الحجر الثالث مكشوف تماما. ما الذي يجعله مختلفا؟ ينبغي أن يجرب تحريكه لفتح الباب السري. وأخيرا دخلت بلير وبيل إلى داخل القبر. إنه مليء بالذهب والأحجار الكريمة، لكن توجد 3 مخاطر خفية في هذا المكان. هل يمكنك رصدها؟ تسقط قطرات الحمض السام من الساق. إن كانت تذيب الأحجار فما بالك بجسم الإنسان. كما يختبئ ثعبان بين العملات الذهبية، أما هذا التمثال فيتحرك. وفجأة قفز التمثال الحي نحو بلير وبيل، لكنهما هربا وعثر على 3 أبواب تؤدي إلى الحرية. لكن الباب الأول تشتعل به النيران، ويوجد الكثير من الصراصير الضخمة المقززة داخل الغرفة الثانية، بينما الغرفة الثالثة مليئة بالفخاخ والكمائن. هل يمكنك مساعدتهما على اتخاذ القرار السليم؟ ينبغي عليهما اختيار الباب الثاني. يحمل بيل شعلة نارية، والصراصير تخشى النيران وستفعل أي شيء لتجنبها. وأخيرا أصبح بلير وبيل بالخارج، لكن هناك خطب ما في هذا المكان. هل يمكنك رصد أي تفاصيل غريبة؟ ألق نظرة على هذه الشجرة، تثمر تفاحا وبرتقالا معا، وهذه الصخرة طافية في الهواء. كما أن ظل بيل يتجه نحو اليمين، بينما يميل ظل بلير نحو اليسار. عادت بلير وبيل إلى المخيم. أرادت بلير إرسال صور الكنز إلى السلطان، لكن شبكة الإنترنت كانت ضعيفة والاتصال بطيء، لذا قررت الاستحمام أولا. وبعد قليل عادت بلير واكتشفت اختفاء هاتفها المحمول. سألت 3 أشخاص قريبين من المكان. قال دييغو: كنت مشغولا بطهي العشاء، وبإمكان الكثيرين تأكيد ما أقول. وقال بيل: ربما أعداؤك من المتحف، سأطلب من الحراس تشديد الحراسة حول المخيم. وقال بيل: ربما أعداؤك من المتحف، سأطلب من الحراس تشديد الحراسة حول المخيم. وقالت مايا: أعتقد أنني لمحت رجلا يخرج من خيمتك منذ 5 دقائق. إذا من سرق الهاتف يا ترى؟ بيل: إنه يتحدث في هاتفه، لكن هناك شيء آخر يهتز في جيب قميصه. أدركت بلير أن بيل شخص شرير، لكن فات الأوان، لقد وضع لها أقراصا منومة في الشاي. استيقظت بلير في قبو مرعب، وقال لها بيل: لا تقلقي، سأتركك تغادرين إذا تمكنت من اختيار الباب الصحيح. توجد 3 أبواب للخروج أمام بلير، يقود كل منها إلى خطر معين. توجد عائلة من الغوريلات خلف الباب الأول، وتوجد تماسيح خلف الباب الثاني، والباب الثالث يؤدي إلى مجمد يحول أي شخص يقضي الليلة بداخله إلى لوح جليدي. ما الطريق الأكثر أمانا؟ ينبغي على بلير اختيار الخيار الثالث. إنها تحتاج إلى عبور الغرفة فحسب، وليس عليها أن تقضي الليلة بالداخل. تجولت بلير في الأدغال حتى عثرت أخيرا على الطريق. عرض عليها 3 أشخاص توصيلها، لكن واحدا منهم فقط كانت نواياه طيبة فعلا تجاهها. هل يمكنك مساعدة بلير في تحديد هذا الشخص؟ راكب الدراجة النارية شفاف جدا على أن يكون آدميا، إنه شبع. وهذه السيدة في السيارة الفارهة، معها وحش شرير يختبئ في المقعد الخلفي.
لذا ينبغي على بلير الوثوق في سائق الشاحنة مع علاماته الوديعة. وصلت بلير إلى قسم الشرطة وبلغت عن بيل، فألقي عليه القبض سريعا. ذهبت بلير لترى بيل من وراء القضبان، وأدركت أنه يخطط للهرب مع رفاقه في زنزانة الليلة. كيف عرفت بالأمر؟ رسم بيل تعليمات مصورة على الجدار، وهي شفرة تعني الهروب الليلة. وأخيرا بإمكان بلير الاسترخاء والعودة إلى المنزل. وفي طريقها إلى المطار شاهدت منظرا جميلا، طلبت من السائق أن يتوقف والتقطت صورتين للمشهد. هل الصورتان متماثلتان؟ هل يمكنك رصد أي اختلافات؟ هناك ثلاثة اختلافات. وصلت بلير إلى مكتبها، لكنها عثرت على زميلها المفضل كيفن راقدا على الأرض فاقدا الوعي. اتصلت بلير بالإسعاف فورا. أخبرها الأطباء إن كيفن تعرض لتسمم. سأل ضابط الشرطة ثلاثة أشخاص كانوا آخر من رأى كيفن قبل أن يفقد وعيه، نينا وكريس وياسمين. وبعد فحص مسرح الجريمة ألقى الضابط بالقبض على أحد الشهود. هل يمكنك معرفته ومعرفة السبب؟ إنها ياسمين. أراد كيفن أن يترك دليلا، لهذا السبب دس زهرة الياسمين في يده قبل أن يفقد الوعي. هاجم أحدهم أوليفر أثناء وجوده في منزله ونقل إثر ذلك إلى المستشفى. كان هناك أربعة مشتبه بهم، جميعهم جيران أوليفر. قالت إيميليا إنها كانت تتمشى في الحديقة منذ الصباح الباكر، وقال هنري إنه كان يرسم في الاستوديو الخاص به ولم يسمع شيئا، وقال جايكوب إنه كان يجري صيانة لسيارته، وقالت صوفيا إنها ظلت في حوض الاستحمام لثلاث ساعات. انظر إلى أيدي هؤلاء الأشخاص وحاول تحديد هوية الكاذب. من الغريب أن تكون يد جايكوب الذي كان يصلح سيارته وهنري الذي كان يرسم نظيفتين هكذا، لكن ربما كانا يرتديان القفازات. من جهة أخرى لا تظهر التجاعيد على أصابع صوفيا، وهو رد فعل طبيعي للجلد بعد قضاء ثلاث ساعات في حوض الاستحمام. صوفيا، أنت المجرمة. اكتشفت الشرطة وجود مهرب جديد في البلدة، وكان هناك ثلاثة مشتبه بهم: لونا وهي سائقة حافلة مدرسية، وجاكسون سائق شاحنة إطفاء، ودانيال سائق سيارة إسعاف. ادعى كل من هؤلاء أنه كان مشغولا بعمله منذ الصباح، لكن هل يمكنك معرفة المهرب من بينهم؟ انظر إلى السيارة التي يقودها دانيال. يكتب على هذه المركبات كلمة سيارة إسعاف بطريقة عكسية، وذلك ليتمكن السائقون الآخرون من قراءة الكلمة المعكوسة في مرآة السيارة الخلفية. حسناً، يبدو أن دانيال هو المتورط. في ذلك اليوم كان من المفترض أن يخرج جايكوب من المستشفى. أمضى الرجل شهرين هناك وخضع لعدة عمليات جراحية. أخبره طبيبه أنه سيكون بخير الآن، وكان بإمكانه مغادرة المستشفى. لكن لم يصدق جايكوب ما أخبره به الطبيب، وعاد إلى منزله في حالة معنوية سيئة. وفي الطريق اصطدم الرجل بامرأة مسنة عن غير قصد، فغضبت السيدة وبدأت تصرخ على جايكوب، لكن بدلا من أن يرد عليها عانقها وعاد إلى المنزل ركضا. لماذا؟ كان جايكوب يعاني من ضعف في حاسة السمع، ولم يكن يعتقد أن مشكلته ستحل. لكن عندما سمع صوت المرأة تصرخ عليه أدرك أن الطبيب كان صادقا. ربما كان على الطبيب أن يصرخ. ظلت كلوي في مكتبها حتى وقت متأخر في ذلك اليوم، وأثناء قيادة سيارتها في طريق العودة إلى المنزل كانت منهكة بشدة، وشعرت للحظة ما بأنها تكاد تغفو. وعندها حدث ذلك، انحرفت عن الطريق وحطمت السياج الذي كان على جانب الطريق. لم يعد بإمكانها التحكم في السيارة،
فانزلقت أسفل تل شديد الانحدار وانتهى بها المطاف في إحدى البحيرات. كانت كلوي عاجزة عن تحريك ذراعيها، لقد علقت داخل السيارة ولم تستطع فك حزام الأمان أو فتح باب السيارة. لقد غرقت السيارة في قاع البحيرة. هل حكم على كلوي بالهلاك؟ وصل رجال الإنقاذ بعد 3 ساعات وكانت المرأة لا تزال في السيارة، لكنها كانت على قيد الحياة. كيف تمكنت من النجاة؟ بعد أن اصطدمت السيارة بقاع البحيرة لم تصل المياه سوى إلى حنجرة كلوي. كانت البحيرة ضحلة. هذا جيد أليس كذلك؟ كان عيد ميلاد جاك وقد حصل على هدية كان يحلم بها منذ زمن طويل، إنها دراجة نارية. في صباح اليوم التالي استقل دراجته متجها إلى الجامعة وتركها في موقف السيارات. وفي وقت الغداء قرر جاك التحقق من دراجته النارية. تخيل الذعر الذي أصابه عندما اكتشف أن أحدهم قد كسر مرايا الدراجة. قال موظف الأمن لجاك إن 3 أشخاص فقط غادروا المبنى في فترة ما بعد الظهيرة، وهم أوين وسام، وهما صديقان مقربان، وليلى الفتاة التي أحبت جاك ذات يوم لكنه لم يبادلها المشاعر نفسها. قال أوين إنه ذهب برفقة سام إلى مقهى الحرم الجامعي لتناول الشطائر على الغداء، فقد أكد سام ذلك. ثم أضاف أن ليلى قد ألحقت الضرر بالدراجة بدافع الانتقام، لكن ليلى أخبرت جاك أن والدتها كانت تزورها وأمضت برفقتها 2 ساعة كاملة. من منهم يكذب؟ يحمل أوين كيسا ورقيا كتب عليه توصيل الطعام، أي أنه ما طلب غداءهما ولم يتناوله في المقهى. لقد كسرا مرايا دراجة جاك وحاولا تلفيق التهمة إلى ليلى. إنه تصرف غير أخلاقي أليس كذلك؟ بينما كان المحقق تايلور يطارد مجرما خطيرا، دخل الرجل إلى المستشفى فجأة. أوه لا، هناك 100 غرف. لحسن الحظ كان الجو ماطرا وترك المجرم أثار قدميه على أرضية المستشفى. تبع المحقق الآثار التي قادته إلى غرفة صغيرة، وكان هناك 3 أشخاص جميعهم ملفوفين بالضمادات من الرأس إلى أخمص القدمين، لكن واحدا من هؤلاء مريض مزيف. من هو؟ إنه الرجل الذي في المنتصف. لا يوجد على سريره تقرير طبي. عمل سريع بالضمادات. استدعى الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى الشرطة. كان على يقين تام بأن الموظفة فيكتوريا قد سرقت بطاقة ذاكرة تحتوي على معلومات سرية، وكانت تنوي بيعها لشركة منافسة. وصلت الشرطة إلى منزل فيكتوريا، لكن لم تسمح لهم المرأة بالدخول دون إذن قضائي. كان على الضباط مغادرة المكان وإحضار جميع الأوراق اللازمة. وعندما عادوا كانت فيكتوريا جالسة في سيارتها بالفعل وعلى وشك الانطلاق. ألقى رجال الشرطة القبض على السيدة وفتشوا سيارتها وملابسها، لكنهم لم يجدوا شيئا. وعندما أوشكوا على الاستسلام اكتشف أحد المحققين المكان الذي احتفظت فيه فيكتوريا ببطاقة الذاكرة. هل يمكنك معرفته أيضا؟ عندما أتت الشرطة لأول مرة كان شعر المرأة منسدلا، لكن غيرت فيكتوريا لاحقا تسريحة شعرها ووضعت بطاقة الذاكرة في كعكة الشعر. كان مايكل عائدا إلى المنزل من صالة الألعاب الرياضية عندما أصبح كل شيء من حوله أسودا. وعندما استعاد الفتى وعيه وجد نفسه في غرفة مقفلة. كان بجوار الباب جهاز حاسوب ولوحة مفاتيح، وظهر على الشاشة لغز ما. ومهمة مايكل هنا هي كتابة الإجابة الصحيحة ليفتح الباب، وهذا هو اللغز. شيء يصنع شخصان من شخص واحد، ما هو؟ كتب مايكل الإجابة الصحيحة وفتح الباب ونال حريته. ما الإجابة برأيك؟ إنها المرآة. أوه، ظننته المنشار، لكن هذه أفضل، فهي لا تحدث أي فوضى.
اتجهت إيميلي ولونا إلى صالون شهير وفاخر لتصفيف الشعر. قالت المسؤولة للفتاتين في البداية إن هناك مصفف شعر واحد، لكن بعد إجرائها مكالمة هاتفية أخبرتهما بأنها قد وجدت مصفف شعر آخر، لذا يمكن لإيميلي ولونا تصفيف شعرهما في آن واحد. لكن اكتشفت الفتاتان أن أحد مصففي الشعر كان مزيفا. من هو؟ يستخدم كلا مصففي الشعر مقصين عاديين، لكن بدلا من مثبت الشعر يستخدم الرجل الموجود يسارا علبة رذاذ مكافحة الحشرات. أجل، هذا دليل واضح. سرق رجل يقود دراجة نارية حقيبة سارة بكل مستنداتها وأموالها وهاتفها الذكي وانطلق مسرعا. الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها استعادة حقيبتها هي أخذ سيارة أحدهم واللحاق بالمجرم. وكان هناك ثلاث سيارات متوقفة في مكان قريب. أي سيارة يمكنها سرقتها وقيادتها؟ عفوا، عن استعارتها. يجلس في السيارة الزرقاء رجل، أي أنها ليست خيارا جيدا. إن قررت أخذ السيارة الحمراء فستظهر من خلال كاميرات المراقبة، وبالتالي خيارها الوحيد هو السيارة البنية. أوه سارة، لا تنسى إعادة السيارة بعد استعادة أغراضك. كانت ماري وشقيقها الأصغر أليكس يجمعان الفطر في الغابة، وفي تلك الأثناء تشاجرا وغضب أليكس وهرب، ثم تبعته ماري بعد بضع دقائق. كانت الفتاة ما تزال غاضبة، لكنها كانت قلقة على شقيقها أيضا. وهناك وصلت ماري إلى نهر صغير حيث رأت رجلا يجلس على ضفة النهر، فسألته قائلة: هل رأيت فتى مر من هنا؟ فأجاب: أجل، لقد صعد إلى القارب وذهب إلى الضفة الأخرى. لكن لم تصدق ماري ما قاله الرجل. لماذا؟ صحيح أن القارب كان على الجانب الآخر، لكن المجاديف ملقاة بجانب الرجل. كيف يمكن للفتى عبور النهر بدونها؟ إذن أين أليكس؟ اختطفه الفطر الهارب؟ ربما. حضرت إيلا حفلا أقيم في منزل صديقتها المقربة. كان هذا الحفل لحل الألغاز، فقد كان على جميع الضيوف فك الألغاز والمشاركة في تحديات مختلفة. كانت مهمة إيلا هي الخروج من غرفة مقفلة في القبو. كانت الفتاة معصوبة العينين ونقلت إلى الطابق السفلي وظلت هناك وحدها. بعد أن أزالت قطعة القماش عن عينيها، لاحظت إيلا أن الباب مقفل بقفل يحتاج إلى رمز مرور، ورأت على الأرض قرب الباب ورقة رسم عليها أربع أزهار. نظرت إيلا إلى الورقة قليلا وتمكنت من إدخال الرمز الصحيح، ففتح الباب وانضمت الفتاة إلى الحفل. إذن ما هو الرمز؟ عدت إيلا بتلات كل زهرة فحصلت على الرمز 5 7 4 8. ذهب كارتر لزيارة صديقه ماثيو الذي يعيش في مدينة أخرى. كان ماثيو من محبي الألغاز، وفي المساء تحدى كارتر للحصول على مفتاح غرفة الضيوف حيث يفترض أن ينام كارتر. أسقط ماثيو المفتاح في دلو مليء بالماء البارد وطلب من كارتر الحصول عليه دون لمس الماء أو استخدام أي شيء لإخراج المفتاح. وفي تلك الليلة تمكن كارتر من النوم في غرفة الضيوف. كيف حصل على المفتاح؟ وضع كارتر الدلو على النار فبدأ الماء يغلي وسرعان ما تبخر، ثم أخذ المفتاح. تعمل نورا في شركة تأمين، وذات يوم اتصلت بها موكلتها في الصباح الباكر. أخبرتها المرأة وهي تبكي بأن شخصا ما قد اقتحم منزلها، لكن عندما استجمعت شجاعتها للنزول إلى الطابق السفلي كان اللص قد أخذ بالفعل كل الأشياء الثمينة. نظرت من النافذة فرأت اللص يهرب من المنزل. سألت نورا السيدة: هل تتذكرين كيف كان شكله؟ فأجابت: حدث ذلك ليلا في الظلام، لكنه طويل ونحيف، شعره أسود ويرتدي تيشيرت برقبة على شكل الرقم 7. أدركت نورا حينها أن السيدة كاذبة بادعائها بتعرضها للسطو.
كيف عرفت ذلك؟ وقعت الحادثة ليلا وكان الرجل هاربا من المنزل، فكيف تمكنت من رؤية رقبة التيشيرت على شكل الرقم 7؟